طيب يا اخوان، المدرعات دي في ناس ذاتها ما عارفين المدرعات دي جيو فيجن. المدرعات دي فيها 8 خطوط بتاع الدفاع، وفيها خط بتاع الدفاع التاسع ده اللي هو نصر الدين، رجل مشهود له، والزول ده مهما تكلمنا عنه ما بنوفيه حقه. طيب المدرعات دي سيبك من الدروع، العساكر والضباط التابعين للمدرعات ذاتهم، سيبك منهم. الاحتياط المركزي قبل سقوطه القوات السحابه والداوين جابها المدرعات، قاعده في المدرعات. سلاح الكيمياء وين؟ في المدرعات. فرع الرياضه العسكري ناس 61 وين؟ في المدرعات. الدفاع الجوي وين؟ جابوا المدرعات. اضف على ذلك المستنفرين، دي كلها قوات قاعده في المدرعات. قول لي المدرعات تظبط كيف؟ قول لي تظبط كيف؟ سلاح بتاع ردع زي ده يظبط كيف؟ كده قول لي. طيب سيبك من كده. عجنجة، موضوع عجنجة اخواننا برنامجهم كله قائم على المسرحيات والحرب دي خاضوها اعلام وطلس وفبركه. الليله من ضمن انتهاكاتهم مش يطلعوا ناس من بيوتهم، قالوا ده القناصين. انت زول لقيت قناصه في بيته كويس؟ ولا لقيت سلاح؟ لموا لهم شباب، وفيهم واحد طالب وفيهم واحد سمسار. قال لهم انتوا قناصين، دقوهم وصوروهم وروجوا انه حتى القناصين حق الانقيزان قمنا قال بشنو؟ بالسلاح. وكله طلس سواقه بالخلا. طيب الحصل شنو؟ الحصل انه الجنجة قرروا انه يعني سقطوا المدرعات بهجوم مصيري. اتلملموا ولملموا الناس اللي جندوهم تجنيد قصري، والناس اللي اشتروه، والكذكات اللي اتفكوا من السجون كويس، ونازل زي ما عارفين انتوا، جندوا ناس من الانغاز، جندوا ناس من مايو، جندوا ناس من السلمه كويس، وغير الشفع اللي كان حاجزينهم في شؤون الرتب اكثر من 200، وديل برضه تم الزج بهم. طبعا ديل ما بجيبوا لك في التصوير، شوف دائما الجنجة ديل لما نيجي انا اصوره، ها بصوروا لك ناس ديل كده بغلط، لكن ديل ما بجيبهم لك عشان دي دانا اطفال، اطفال شغال ما الحرب دي. لملم نازل كلهم هجموا بثلاثه محور، عددهم كان كبير. الارتكازات اللي كانت بتتعامل مع التسللات بتاعتهم جناح نصر الدين سحبها، سحبها. جاء الطيران، اتصل بالطيران، جاء الطيران اتعامل مع محاور ودقات الدرعيش في مدفعية استراتيجية بعيدة المدى، اتعاونت مع محور تاني، بالاضافة للشغل بتاع شنو؟ بتاع القناصين. طبعا القناصين شبع في الجنية، والله دقهم دق العيش، جلدهم لك جلد، دقهم دق، اقسم بالله غتلان بالمئات ما بالعشرات. ها عاملين فيها، قال لك انا احنا واحد منهم اسمع الشهر الدولار، قال انا احنا بكره بنفطر قال في المدرعات استنى جرم. يا اخوانا احنا اخبارنا حتى من داخل الجنجه بنجيبها، انتوا بس شايفين انه الجنجه ديل ها محاصرين اخواننا، ما محاصرين، محاصرين شنو؟ قلت لك ده وراهم وقدامهم، الحاجه اللي عملوها الليله ده ده وراهم وقدامهم، وخسروها واندقوا والله وندموا ها على المغامرة الانتحارية اللي عملوها دي، ينبلوا والله بل العيش. يا اخوانا الجيش ما جيش ساهل ها، والجيش قلت لكم في الاول والاخير براعي للمواطن، ما داري استخدم السياسة بتاعت الارض المحروقة المستخدمين الجنجة الان. الجنجة الليلة لما يندقوا عملوا شنو؟ دون السلامة برضه، فكوا في الدم هناك، قتلوا ناس ما دي اخلاقهم طبعا، لكن الجيش حريص يا اخواننا، ما داير يشتغل الشغل الهبت اللي ده عشان يعوق المواطنين يعني، لكن الجنجة ما عندهم شنو؟ ما عندهم الكلام ده. فالجيش انت لاحظ في المساحات، حرب المساحات، اديك مثال شفت نيالة، نيالة الجيش الجنجة تلملموا، والحكامات برقن قطعا اخضر وكمل في راسهم كله، شكرهم كده ما خلوا حاجه، شويه كده والله الدنيا جم صهيجين اقسم بالله. مش فغني بتقول لك جريت وجري السواد كسرته شوك الكداد وقاعدين قصب البلاد، والله الدنيا اكلوا
الارض دي يرجل الجن والله دقوم لك دق نسني على دل ورمنا قالوا اتخذ نظمنه جاروا خلوا عربات جاروا خلوا قتلة جاروا خلوا جرحى قالوا اخواننا الناس قلت لك ما عندهم ثبات حريم محارب جبانا محابر بتلبدوا لها في البيوت دي يا جبال عندهم مقطع كده من جوا بيت زي جوا البيت برجف ودوكم وحرقناه وسلام تحرق شنو جنجاوي ها انت ما تمشي مع اسل غربية ده هناك والرقى طفى النور. طيب ده بالنسبة لموقف العمليات وما دار حول المدرعات اخوانا والناس تطمن ما في مدرعات بتظبط ما في مدرعات بتظبط يا اخوانا دي احلام الجنجة والمناصرين للجنجة المتعشمين فيهم خير واحياء الله الجنجة لو كان السنة والبلد تقال الله حربين دي الزلوك ده زمان الله يرحمهم ها جنجة دي يا صاحبي تركيبتهم الغدر يا تقال لا يجيبوا لك ديمقراطية هسه افعالهم دي افعال زول بجيب ديمقراطية طيب بالنسبة لموقف العمليات برضه في عمليات كبيرة تنفذت من سور الجو جغموا في ارض المعسكرات صوبة وكر للدنجة دمر فيه شاحنة وهلكوا العشرات بالإضافة برضو لعمليات مختلفة بالإضافة برضو للتدوير المدفع الاستهدف بعض الأماكن التجمعات للدنجة بالإضافة برضو لعمليات نوعية نفذوها المعام الخاص جبل أولية ناس تطمن ساي أخواننا ما في أي حاجة أما الصعلوك الاسم الحلو ما طبعا قلت لك الجماعة الداعمين للدنجاوي دول عارفين أن الدنجة ما بحاجة في نصر مشوا للحلو ده شوالين عيش عدلك ما عارف كم مدرعات مدرعات ذات الجيش قلعة والله الجيش ذا حيرنا ذات والله قلعة من الحلو خلى له خشم منه ملح يا اخي بداية الاحداث ذي الحلو ذا متعشم يمسك له حتة ما قادر على اي هجوم اقسم بالله العظيم يتحرك له تم ظله مشى حبش ليك ناس 54 جاي عليهم كده بس ما اقول استقبله كده ما سبق قام جاري مش حبش لك بغالب هناك برضو ناس اسمه شنو ناس كادوغلي مش حبش بغادي تياد حجر النوك برضو تم ضلو تم جغمو جرى خلى مدرعاته فما عنده حاجة والحلو اثبت انه زول ما عنده قضية وزمان بقول الجنجويد ومتعدد الجنسيات ولا يمكن ان اجلس معاه في هسه كله طلع ساي طلع ساكت بقى جنجويد فالناس اخواننا تطمن جيشنا ده مر لا جيش ده جاهزين لمقاتل جيوش تانية خلي ما تبقى من الدنجة وان شاء الله يا اخواننا كل ايام والشغلة دي تنجلب تترتب اقسم بالله تترتب والله تترتب الناس الفشل يا اخواننا مخططهم فشل فشل وانا شايف في ناس كده وناس كانوا سوار من الافضل انكم تراجعوا نفسكم افعال بتاعت الدنجة دي دي ما افعال يا اخواننا بعيدة زول قبل اليوم كان بيطلع في الشارع بيقول الحرية سلام وعدالة والثورة خيار الشعب ناس ما تنسى اللايك وما تنسى المشاركة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي كيف ان شاء الله تمام انا كلامك الاول بتفق معك فيه انه التركيبة بتاعت الجيش وده نفس الكلام اللي انا قلته في التسجيل يعني نحن ما مختلفين فيه ده الجيش حصل له اختلال كبير جدا جدا بعد 30 يونيو 89 دي متفقين فيها انا بزيد على دي انه الاختلال ده موجود من قوة دفاع السودان عشان كده كان بنقول انه نحن محتاجين لرؤية شاملة لإعادة بناء الدولة السودانية ومش الجيش بس من قوة دفاع السودان حتى المنهج التعليمي حتى المؤسسات الدولة التركيب بتاعها كانت هي مؤسسات بتخدم دولة الاحتلال أكثر من إنها تخدم المجتمع السوداني وخلقت فجوة كبيرة جدا جدا ما بين المثقف السوداني نتيجة للتعليم اللي تلقاه وما بين عامة الشعب بالامتيازات بشنو بشنو بحياة كثيرة جدا كان الولاء للمتعلم اللي بيتخرج من السلم التعليمي والمنهج التعليمي اللي وضعته دولة الاحتلال بيكون لحكومة جلالة الملكة ما بكل الشعب السوداني ولا بكل الدولة السودانية عشان كده هو كان بيخدم الحكومة الموجودة الحكومة بتمثل أهداف وطموحات دولة الاحتلال اتغير الأشخاص الموجودين في الحكومة وظل الولاء مرتبط بالحكومة الموجودة جات حكومة ديمقراطية جات حكومة مدنية انقلابية ديكتاتورية غيره
بتلقى التعاون بتاع الخدمة المدنية بدل ما تكون هي أول المؤسسات الرافضة، سواء كان سلطة قضائية، سواء كان وزارة خارجية، سواء كان وزارة داخلية، إذا كانت خدمة مدنية حقيقية بهمها المواطن السوداني كان بترفض الانقلابات اللي تمت وما بتتعاون معها، لكن استكانت لها واستسلمت لها وخدمتها. لذلك طول أمد حكم الأنظمة الشمولية كان أكثر بكثير من الأنظمة الديمقراطية. عشان كده قلنا نحن من أيام الثورة إنه الناس تكون جاهزة ببرنامج قوي ومتين لما بعد إسقاط النظام، باعتبار إنه هدم النظام سهل لكن إعادة البناء صعبة، ودي الحاجة اللي كانت مفقودة واللي اصطدموا فيها بعد كده حكومة الثورة مع الحاضنة السياسية لحكومة الثورة والحاضنة السياسية للثورة نفسها. وده كان محور أساسي من المحاور بتاعت الورشة بتاعت النقد الذاتي اللي عملتها قوى الحرية والتغيير بعد الضغط مننا إنه لازم تنتقدوا نفسكم. بعد انقلاب 25 أكتوبر مفترض كان من الأول أثناء وجود الحكومة يدعم المؤتمر لإعادة ترتيب وضع برنامج لقوى الحرية والتغيير حتى بعد كده تشكل الحكومة بتاعتها ويراقب المجلس التشريعي اللي كان مفترض يكون وما تكون. فبقت المؤسسات الموجودة مؤسسات عاجزة شغالة بنفس القوانين بتاعت النظام المخلوع. فيبقى كون الجيش مختل والخدمة المدنية مختلة والدولة السودانية كلها فيها اختلال، دي حقيقة كلنا مسلمين بها. لابد من وضع برنامج يتفق عليه كل القوى السياسية والمدنية الموجودة في السودان، دي اللي كانت مفقودة. وليوم الليلة قاعدين نقول لقوى الحرية والتغيير اللي بتقعد في القاهرة اللي بتقعد في نيروبي بتقعد في أديس بتقعد في شنو، أقعد مع المواطن السوداني ده وأوجد برنامج مشترك. الليلة الحرب ده قلنا إذا وقفت الليلة دي ماذا بعد وقف الحرب؟ هنرجع تاني للعك والجوضة اللي كانت حاصلة في الفترة المدنية وبعد الانقلاب بتاع 25 أكتوبر؟ لا، لازم نتجاوز الأخطاء السابقة عشان الحمامات والجداول بتاعت الدماء اللي بتسفك في الشعب السوداني تقف كيف بشكل نهائي. أما إنه الاختلال ده سبب لأنه بقت في مجموعات متظلمة، ضربت مثل بانفصال الجنوب والحركات وغيره، أنت معناته بتقول إنه الجهاد دي هي فقط المتظلمة؟ لا، الشعب السوداني كله متظلم. الشعب السوداني في شرق السودان متظلم، في شمال السودان متظلم، في وسط السودان متظلم، في غربه متظلم، في جنوبه متظلم، في أي مكان متظلم. عشان كده قلنا الثورة السلمية هي الوحيدة، ما السلاح. أما كونك تستند على قانون وضع نظام غير شرعي، نظام عمر الضلالي، فده ما صح. والمجتمع الدولي واحدة من الأسباب الرئيسية لعدم دعمه للحكومة المدنية كان وجود ميليشيات. وغير صحيح انه اذا رجع ل 14 ابريل بيلقى دي قوات نظاميه، ما هو اصلا ما محترف بها قوات نظاميه. المجتمع الدولي غير محترف باي ميليشيا كقوات نظاميه على الاطلاق، وفهمه متقدم كان على القوى السياسيه اللي كانت قاعده. اذا اصلا انا محترف بقانون الجنجويد بتاع سنه 17 2017 لوضع عمر الضلالي، ما في معنى انه اقول يدمج، لانه الجيش كان بيقول لك هو اصلا جزء من 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 الجيش، انه ميليشيا الجنجويد جزء من الجيش. وطلع رئيس هيئه الاركان وبرهان وكباشي والعطا وكلهم كانوا بيقولوا الكلام ده وكلهم كانوا ضد الثوره. فانا ما بستند على كلامه ولا بستند على قانون وضع في نظام عمر الضلالي، بستند على مبادئ واهداف الثوره اللي رافض الميليشيات بصوره ورافضه اي حاجه تكونت خلال ال 30 سنه بتاعت عمر الضلالي عشان تاسس لدوله جديده ولواقع جديد واستدامه لسلام واستقرار في السودان. اما انت اذا كان بتبريراتك دي عاوز ترجع لي لقانون 2017، معناته انت ما عندك اي علاقه بالثوره. عشان كده بقول لك المفهوم الثوري ده مهم جدا جدا. فرق بين انسان ناضل تغمه 30 يونيو من الموسيقى الاولى والمرشاد العسكريه لعمر الضلالي، ما بين انسان جه بعد ضرب الهمبري بتاع ثوره اكتوبر، ثوره ديسمبر، او يا دوب صحي الليله قال والله الجنجويد دخلوا بيوتنا. الجنجويد داخلين بيوت الناس من زمان،
عندهم انتهاكات كثيره جدا جدا، حرقوا غوره كامله، خليك بيد دخلوا سرقوا، لا حرقوا الغوره غوره ومدن حرقوها في دارفور. داخل الخرطوم ده اعتدوا على الثوار وضربوا الثوار وقتلوا الثوار، عشان كده كانوا بيقولوا قاف داسين قوات ما عندها دين.